مدرسة تقدم احتفالات ذكرى مظاهرات 11 من ديسمبر عام 1960 من تنظيم جمعية جسور المستقبل ومدرسة علي بوركايب المعروفة باسم مدرسة النجد وبرعاية بلدية دراريا. المجلس البلدي إلى المنصة كي يعطي لنا كلمة السيد بوطان إلياس، تفضل معنا. بوطان الله يسلمك. السلام عليكم. في بداية الأمر بودي نشكر السيدة مسلم على هذا الجهود الجبارة، رئيسة جمعية جسور المستقبل وكذلك أعضاء الجمعية الناشطين، وكذلك أشكر السيدة حربيت مديرة مدرسة علي بوركايب على هذه المجهودات كذلك لإنجاح هذه الاحتفالية، وكما أشكر السيد مدير الثانوية الرياضية لدعم اللي نلقاه دائما ينجح مثل هذه المناسبات. وإذا نعود نوليو للذكرى، ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر معروفة ذكرى عزيزة علينا، وهنا الشعب الجزائري لندق كلمة واحدة وهي جزائر جزائرية ضد الجزائر الدوغولية والجزائر الفرنسية. وعلى هذا إن شاء الله تكون الاحتفالية تكون عندها صدى لدى الشباب، اللي يعرفوا باش يعرفوا التاريخ تاعهم باللي الجزائر ما جاتش ضحوا عليها شهداء تاعنا، مليون ونصف مليون شهيد، وضحوا عليها رجال، وان شاء الله تكون أمانة لدينا ولدى شبابنا ان شاء الله. وبدون إطالة إن شاء الله أن نبدأ الاحتفالية، وشكرا على هذه الدعوة ويعطيكم الصحة. شكرا سيد الرئيس على هذه الكلمة الطيبة.